بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم متابعين صفحة قناة الورش. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن موتور التلاجة وإزاي بيشتغل وإزاي نوصله والتلات ملفات أو التلات بروز للملفات اللي هما ملفين اللي هما السي والآر والإس، وقلنا إن دول عبارة عن ملفين، السي هي المشترك ما بينهم وده ملف التشغيل وده ملف التقويم. النهارده ان شاء الله مكملين، هنكمل في الفيديو بتاعنا. طبعا الفيديوهات شرح نظري حاليا، الا لو فيه جزء زي ده محتاج مثلا اوضحه عملي اللي هو الثيرموستات فده هيكون معانا، لكن لو حابب تشوف كلام عملي 100% هتدخل على قناة الورشة على اليوتيوب. هتلاقي عليها 620 فيديو اغلبهم فيديوهات عملية، ومن خلال قوائم التشغيل تقدر تشوف دورة التبريد العملية وتسبقنا بخطوة عشان تكون فاهم معنا. زي ما اتفقنا في المرة اللي فاتت ان اي موتور ثلاجة بيشتغل لازم يتوصل له كهرباء، الكهرباء بتروح هنا وبتروح على الار، وزي ما قلنا ان الكهرباء لو اتفقنا ان سلكين كهرباء واحد اسمه ال وواحد اسمه ان، طرف هيروح على السي وطرف هيروح على الار. طب كده الموتور مش هيشتغل ليه؟ لان لازم ملفات التقويم تكون متصلة مع ملفات التشغيل في بداية التشغيل على التوازي عن طريق حاجة اسمها الريلي. تمام؟ طيب الريلي ده في بدايه التشغيل بيوصل ملفات التقويم ملفات التشغيل، ولما بيبدا الضغط او موتور الثلاجه في الدوران وبيوصل ل 75% من السعرات المكرره بيفصل ملفات التقويم عن ملفات التشغيل. وقلنا ان لازم يكون في حمايه على موتور الثلاجه، فقلنا الفرده اللي رايحه على سي الاول بوصلها على حاجه اسمها الاوفرلود، وشفنا شكله المره اللي فاتت وعرفنا وظيفته بتتم ازاي، وشفنا اشكاله كمان عن طريق الصور، وهحاول ان انا احطها كمان على الفيديو ده. طيب كده موتور التلاجة هيشتغل وهتبدأ دايرة التبريد بتاعتنا في العمل بتاعها. النهاردة هنشرح الدايرة الكهربية، والمرة الجاية إن شاء الله هنشرح دايرة التبريد الميكانيكية عشان الموضوع يكون واضح أكتر. طيب الموتور كده هيشتغل، مين اللي هيتحكم في الموتور ده؟ التحكم يا جماعة يا إما يكون يدوي يا إما يكون أوتوماتيكي. طبعا إحنا هنا دي مش وسيلة تحكم، الأوفرلود ده مش وسيلة تحكم، ده وسيلة حماية، يعني هيفصل الكهرباء عن موتور التلاجة لو زاد التيار عن التيار المقنن، او لو حصل سدد في الدايره والموتور بدا يحصل فيه مشكله فهيفصل لي الكهرباء عن الموتور حمايه للموتور. طيب لكن وسيله التحكم في الثلاجه هي السيرموستات، وسيله التحكم في الثلاجه هي السيرموستات، والسيرموستات زي ما احنا شايفين كده بيكون عباره عن جزء كهربي ليه اطراف توصيل. طبعا ده للمبتدئين الثلاجه العاديه بيكون ليه اطراف توصيل، طرفين توصيل اهم، دول أربعة، لا دول مش أربعة، دول اتنين لكن فيهم متقسمين نصين. طيب في طرفين توصيل زي ما أنت شايف، طرف جاي من الكهرباء، يعني لو افترضنا إن السيرموستات ده هيركب هنا كده فهيكون طرف ال L مقطوع كده، واحد رايح داخل على السيرموستات وواحد طالع من السيرموستات رايح للموتور، وبالتالي لما السيرموستات يكون مقفول الموتور بتاع التلاجة مش هيشتغل، لما السيرموستات يكون مفتوح موتور التلاجة هيشتغل. طيب مين اللي بيفتح وبيقفل السيرموستات بتاع التلاجة عشان يقول لموتور التلاجة اشتغل او وقف شغل؟ التحكم هنا بيكون تحكم اوتوماتيكي عن طريق البلب ده، البلب اللي انت شايفه قدامك ده اللي شبه السلك بيكون جواه غاز، الغاز ده بيبدأ ينكمش لما يحصل تبريد في الفريزر، فلما ينكمش بيبعد الرشتين دول عن بعض فتفصل الكهرباء عن موتور التلاجة. يعني لو اتفقنا ان ده هو فريزر التلاجة بالشكل ده كده، طبعا البلب بتاع السيرموستات بيكون متركب هنا او تحت على حسب التصميم بالشكل ده، والسيرموستات متوصل في الدايرة بالشكل ده، فالبلب هنا لما بيحس بالتجميد بيبدأ الغاز اللي جواه ينكمش لحد ما بيدفع اطراف التوصيل هنا عن بعض فيفصل موتور التلاجة، فتفصل التلاجة بتاعتي. لما الفريزر بيقل التبريد بتاعه الغاز بيرجع تاني يتمدد فبيوصل نقطتين التلامس هنا، فبيرجع السيرموستات بتاع التلاجة بتاعتي يشتغل من جديد. طيب طبعا كل تلاجة يا جماعة فيها لمبة وفيها مفتاح، فيها لمبة وفيها مفتاح، صح كده؟ طيب اللمبة والمفتاح دول عشان اخليهم يشتغلوا هعمل ايه؟ طبعا اللمبه والمفتاح مش محتاجين شرح جديد، ولكن هقول لحضرتك حاجه، انا لو عندي اي حاجه عاوز اشغلها لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي طرف ال، يعني مثلا عندي لمبه عاوز اشغلها لازم يكون عندي طرف ال كده رايح على اللمبه وطرف ان رايح على اللمبه برضه، لكن بالطريقه دي انا مش هتحكم في اللمبه، يعني اللمبه هتفضل منوره على طول.
عشان اتحكم في اللمبه دي لازم اركب مفتاح هنا في الطرف اللي رايح على ال L هنا مثلا، بس يفضل ان هو يكون في الطرف اللي رايح على ال L. اجي اقطع السلك كده وبركب مفتاح. هي نفس الفكره هنا برضو في مفتاح الثلاجه، باخد طرف من ال L يروح على اللمبه وطرف، هي نفس الفكره يا جماعه، باخد طرف من ال L يروح على اللمبه اهي، وطرف من ال N يروح على المفتاح بتاع اللمبه، وكده المفتاح يتحكم في اللمبه بتاعتي. لكن خلي بالك احنا اتفقنا ان السيرموستات هيركب كده، لازم الطرف اللي رايح على اللمبه يكون من مدخل السيرموستات، يعني من السلك اللي رايح على السيرموستات. ليه؟ لان لو خدت من الطرف ده، يعني تخيل ان انا خدت من الطرف ده، يبقى لما السيرموستات بتاعي يفصل اللمبه كمان هتفصل. لا، انا عاوز اللمبه تبقى بره السيرموستات، بره شغل السيرموستات، وبالتالي باخد لها من الطرف اللي رايح على السيرموستات مش من الطرف اللي طالع من السيرموستات. ده شكل السيرموستات بتاعنا. السيرموستات بيكون فيه منه اكتر من نوع، يعني عندي سيرموستات مثلا زي كده اتنين طرف، وده خاص بالثلاجات المنزليه العاديه او بالثلاجات النفرست اذا كان ده هوائي. طب بيفرق في ايه؟ بيفرق في درجات التوصيل والفصل. يعني لما تروح تشتري سيرموستات بتبص على درجات الفصل والتوصيل، لو درجات الفصل والتوصيل سالب 10 ده معناه ان ده هيركب على ثلاجه عاديه، لو الرقم كبير ده معناه ان هو نفرست او هوائي، هيركب على الثلاجات اللي هي بتوصل لدرجات اعلى من الثلاجات العاديه. وطبعا وانت بتشتري هتكون عارف ده. في سيرموستات تاني بيكون نوع اسمه سيرموستات ثلاثة طرف، وده بيركب على الثلاجه البابين، وده بيكون ثلاثة طرف لان في طرف بيتحكم في حاجه اسمها السخان. في سيرموستات، وده كمان قبل ما انسى، بيرمز ليه بالرمز K59. في سيرموستات بيتركب على الفريزر وبرضه بيكون ثلاثة طرف. طب اميز بينهم ازاي؟ سيرموستات الفريزر بيكون اسمه K54، وانت بتقلع كده انت عارف السيرموستات اللي انت قلعته. السيرموستات الاثنين طرف زي ما انت شايف هو بسيط جدا، وشرحنا شكله وطريقه عمله النهارده في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده مفيد ليكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ومفيد على قناه الورشه وصفحه الورشه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.